بسم الله الرحمن الرحيم، معك عبد المجيد ابو طالب. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن بروبلم سي دي من يو في اي رقم البروبلم 624. البروبلم تحكي انه عندك انت رحله طويله بالسياره وعندك شريط تسجيل، بس لسوء الحظ الموسيقى اللي انت بتحبها موجوده على سي دي، فانت بدك تنسخ السيديات هذول تحطهم على الشريط. الشريط بس عدد معين من الدقائق. ان السؤال كيف ممكن انك تختار مجموعه من التراكس من السي دي وتحطهم بالشريط بحيث تعبي أكبر مساحة ممكنة من الشريط؟ السي دي فيه لحد 20 تراك، كل تراك له طول معين. المطلوب تطبع عد مجموعة من التراكس اللي راح تختارهم بحيث أنه لو حطيتهم بالشريط تعبي أكبر مساحة ممكنة وتترك أقل ما يمكن من المساحة الفاضية أو غير مستخدمة في الشريط. الانبوت multiple test cases غير محدد عدد الأسطر، بتنتهي بالإندو فايل. في كل سطر أول رقم فيه هو N اللي هو مساحة الشريط، بعدها في كمان رقم M اللي هو عدد التراكس الموجودين في السي دي، بعدها عندنا كمان M من الأرقام اللي هم الأطوال للتراكس الموجودة في السي دي. الأوتبوت بالنسبة لكل تست كيس set of التراكس اللي راح تختارهم بحيث يتعبي أكبر مساحة ممكنة في السي دي، وقيمة المجموع اللي اخترته أو اللي هو المساحة اللي استخدمتها من السي دي. طبعا الاوتبوت بده اياه بالنسبه للتراكس على نفس الترتيب اللي ظهروا فيه بالانبوت. مثلا في السامبل الاول مساحه الشريط هو 5، عدد المقاطع الموجوده في السي دي 3، طول المقطع الاول 1، المقطع الثاني 3، المقطع الثالث 4. ممكن انه يختار 1 مع 4، المساحه اللي احنا عبيناها بالشريط 5، المساحه اللي ظلت فاضيه 0، فبنطبع 1 4 و5 اللي هي المساحه المستخدمه. السامبل الثاني 10 هو طول الشريط، عدد المقاطع الموجودة هو 4، طول الأول 9، طول الثاني 8، الثالث 4، والأخير 2. أفضل حل من خلال أنه نختار 8، التراك اللي طوله 8 والتراك اللي طوله 2، مجموعهم 10 راح يفللوا الشريط. السامبل الثالث طول الشريط 20، عدد المقاطع 4، طول الأول 10، الثاني 5، الثالث 7، والرابع 4. أكبر مساحة ممكن نعبيها هي 19 من خلال نختار 10 والخمسة والأربعة. لو اخترنا 10 والسبعة ما راح نقدر لا نختار الخمسة ولا الأربعة، فأفضل حل نختار 10 5 4. عشان نحل هاي البروبلمز بدنا نحلها باستخدام الباك تراكينج، بحيث إنه عند كل تراك معين أجرب إني لو أخذته شو بصير ولو ما أخذته شو بصير، وبالآخر كل مرة بوصل لبيس كيس أو بخلص التراكس الموجودين عندي، لأنه راح يكون أنا عندي ريكيرجن وأبدأ من الأول تراك لحد ما أوصل الآخر، كل مرة راح أطنش التراك أو أعمل له سكيب أو راح أخذه إذا ممكن أني أخذه، لأنه عدد المقاطع اللي أخذتها أو مجموع المقاطع اللي أخذتها لو أخذت المقطع هذا معهن بظل لسه بسع في الشريط أجرب أني أخذه. بالآخر لما أوصل البيس كيس إذا كان الجواب اللي أنا وصلت له كقيمة أو كطول للتراكس اللي اخترتهم هو أفضل من الجواب اللي مخزنه أنا عندي كأفضل حل، بسيف أنه هذا الحل هو الأفضل. بالنهاية راح يكون مخزن عندي من هو أفضل حل أنا وصلت له في الباك تراكينج. ليش باك تراكينج؟ لأنه أنا بحتاج أنه أضيف مقطع معين على ليست أنه أنا اخترته، ولما بعد ما أرجع من الكول أنه أنا اخترت هذا المقطع بحتاج أنه أتراجع عن الاختيار عشان ما يسبب لي مشاكل مع الكولز الأخرى، فلازم أنه أستخدم باك تراكينج بحيث أنه أختار شويس معين بالنسبة لمقطع. مثلا أنه اخترت المقطع الرقم 9 في السامبل الثاني، لما أرجع أنا بدي أجرب أنه لو ما اخترته في كمقاطع ثانية فلازم أنه أتراجع عنه وألغي من الليست اللي موجودة معي عشان ما تدخل الكولز في بعض. نكتب الكود. أول إشي بدي أعرف جلوبال رقمين N و M اللي هو حجم الشريط وعدد المقاطع الموجودة عندي في التراك، وبدي أعرف رقم أسميه أنسر راح أخزن فيه قديش قيمة أفضل جواب وصلت له كمجموع أطوال بالنسبة للتراكس اللي اخترتها فيه. في البداية راح افترضه 0 إنه أنا لسه ما اخترت ولا تراك، فأفضل جواب عندي في البداية هو 0 لأنه لسه ما جربت إشي. وبدي أعرف كمان الري اللي هي أخزن فيها الأطوال تبعات التراكس اللي موجودة عندي، سميها تي. بدي أعرف تو أري ليست، واحدة راح أخزن فيها الجواب اللي وصلت له حاليا
سوليوشن وانا ماشي في الباك تراكينج اللي راح اعبي عليها واتراجع احذف منها. واحده راح اخزن فيها افضل حل لقيته. يعني لما اوصل للبيس كيس ولاقي ان هذا هو افضل من الحل اللي انا مخزنه قبل، فالبيست راح اخزن فيها السوليوشن اللي بكون وصلت له، بحيث يكون مخزن فيها افضل حل وصلت له بالاخر كقيم للمقاطع اللي اخترتها. نكتب كود الريكيرجن، حرف الفانكشن يكون void وسميه calc، باخذ بارامتر الاندكس لاي تراك وصل والكرنت اللي هو المجموع للتراكس اللي اختارهم لحد الان. البيس كيس انه i بتساوي m، فراح اعمل return لانه انا خلصت ما ظل عندي اي تراك. بس قبل ما اعمل return اذا كان الكرنت اكبر من الانسر، الانسر قلنا هو افضل حل لقيته قبل الكول الحالية، فاذا وصلت للبيس كيس بهاي المرة ولقيت انه الكرنت كان اكبر معناته انا لقيت جواب افضل منه. فاول اشي راح اخزن انه الانسر بتساوي كرنت، راح اعمل بس كلير للبيست واعبي البيست بالقيم اللي موجودة بالسوليوشن. عشان يكون البست موجود فيها القيم للتراكس اللي اخترتهم في افضل حل. فهيك لما الاقي انه الكرنت صارت اكبر من انسر في اي مره بوصل فيها البيس كيس، بخزن اول شيء انه قيمه الانسر عندي صارت هي قيمه الكرنت الجديده، لو لقيت انا قيمه اكبر مثلا كانت 4 وانا لقيت هسه جواب 5، فراح اخزن انه صار افضل جواب هو 5، وراح اخزن ايش هم التراكس اللي اخترتهم عشان اوصل لمجموع بيساوي 5، بخزنهم في البست. راح اجرب في البدايه انه لو عملت كالك لاي بلس 1 وكرنت، انا هيك عملت سكيب للتراك اي لانه انا ما ضفته على المجموع وما ضفته على السوليوشن الري ليست، فانا هيك عملت له سكيب ما اعتبرت انه موجود، نقلت على الاندكس اللي بعده. فراح اجرب انه لو انا عملت سكيب للاندكس الحالي او للتراك الحالي شو راح يصير. بعديها بدي اجرب انه لو اخذت التراك هذا ايش بيصير، يعني اضيفه على الكرنت واضيفه على السوليوشن على الري ليست، انه انا هذا التراك اللي الاندكس 7 اي اخذته من ضمن الشريط تبعي، حطيته على الشريط فضيفته على المجموع الحالي اللي انا المقاطع اللي اخترتها وضيفته على الري ليست اللي فيها المقاطع اللي اخترتها لحد الان. بس قبل ما اجرب هاي الشغله لازم اتاكد انه تي اوف اي بلس الكرنت تكون اقل او تساوي ان، انه انا ممكن اني اخذه لانه لو كانت الكرنت بلس تي اوف اي اكبر من ان، ما انا ما بسع اصلا احطه في الشريط فمستحيل اني اختاره، فراح اضيفه على السوليوشن. اول اشي اضيف تي اوف اي، بعدين راح اعمل كالك لاي بلس 1 والكرنت بلس تي اوف اي، انه صار انا مجموع التراكس اللي اخذتها تي كرنت بلس تي اوف اي وضفته على الليست اللي فيها التراكس اللي اخترتهم. لما ارجع بحتاج انه اعمل باك تراك، فبدي اعمل solution.remove solution.size-1. فهاي هي الشوز انه اخترته وهاي هي الباك تراك انه انا تراجعت عن هذا الحل. نرجع للمين. بالمين اول اشي بدي اعرف string لانه الانبوت للاندو فايل بقرأه بشكل اسطر. في البداية بدي اقرأ السترينج لحد ما الاقي انها تصير نل، تصير نل انه صارت الاندو فايل او انه السترينج اللي قرأتها هي كانت سترينج فاضية. بدخل السترينج str على سترينج توكنايزر، عشان افصلها للارقام اللي انا بدي اياهم. اول رقم موجود هو الان اللي هو طول الشريط، بعدها ام اللي هو عدد التراكس، بعدها بدي اقرا التي اللي هي القيم تبعات التراكس اللي موجوده عندي والسايز تبعها ام، فبلف طول ام عشان اقرا التراكس اللي موجودين معي. بعديها بدي اعرف الاري ليست سوليوشن، والبيست
وبدي افترض الانسر في البدايه صفر، انه انا لحد الان ما اخترت اي مقطع، والبست انسر كانت فاضيه لانه لسه كمان ما اخترت اي مقطع. راح استدعي كالك من عند الاندكس زيرو بالنسبه للتراك، نبلش من اول تراك والمجموع عندك لحد الان زيرو. لما اخلص الفانكشن راح يكون البست فيها التراكس اللي اخترتهم حيث جابت لي افضل جواب، والمجموع تبعه موجود بالانسر. فبدي الف على العناصر الموجوده في بيست، اطبعهم، بعديها بدي اطبع بعدهم سم، وقيمه السم هي الانسر، المجموع تبعهم هو الموجود بالانسر. بعد اللوب اللي بلف على كل التست كيسز بدي اطبع السترينج بيلدر اللي ضفت فيها الجواب. لاني انا هون عملت الباك تراكنج على الترتيب، ولما عملت سكيب عملت سكيب على مقطع ورحت ادور في اللي بعده، فانا مش بحاجه انه اعمل تشيك على انه المقاطع اللي انا طبعتهم بنفس الاوردر اللي بالانبوت ولا لا، لانه انا اصلا بمشي عليهم بنفس اوردر الانبوت، فمستحيل اني اضيف مقطع بعدين ارجع اضيف مقطع موجود قبله، لان انا كل مقطع عنده بجرب اني اختاره واروح على اللي بعده، او اعمل له سكيب واروح على اللي بعده، بس ما عمري بجرب انه اختار مقطع واعمل له سكيب وارجع لشيء كان موجود قبله. نجرب على السامبل انبوت. خمسة السامبل الأول، السامبل الثاني 10، الثالث 19، الرابع 55، والأخير 45. بس هون ملاحظة بالنسبة للأوتبوت تبعه أو التراكس اللي اخترتهم، أنا هون طبعت 43 و2، وهو طبع هون 6 مقاطع، بس هو بالتشيك عنده بيعمل تشيك بغض النظر عن عدد المقاطع، هو بالنسبة له أي جواب بس إنه يكون valid، كل المقاطع هذول موجودة من ضمن التراكس ومجموعهم بيساوي المجموع اللي انت طبعت له اياه انه كجواب، والمجموع هو اكبر ما يمكن، يعني هون 45 والجواب هو اللي بده اياه 45، فالجواب صح. انا اخترت المقاطع 43 و2، هو اختار 6 مقاطع مختلفة، بس بالتشيكر بالنسبة للاونلاين جادج بختار اي حل ممكن، بس الشرط انه يكون المقاطع اللي انت اخترتها موجودة بالست اللي اعطاك اياها اصلا، ومجموعها بساوي المجموع اللي انت طبعت له اياه، والمجموع اصلا يكون صح، وما في يكون في تكرار بالمقاطع اللي انت طبعتها. نعمل سبميت. accepted. كان معك عبد المجيد أبو طالب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.